خلي بال حضراتكم دايما في بعض الاوقات، في بعض الاوقات بعض اللاعبين من الفرق عايزه، من الفرق المنافسه للنادي الاهلي بتعمل ايه؟ بتبقى عايزه تخش في حاجه كده اسمها ايه؟ عايزه اجيب، عايزه اجيب الاسم المظبوط لحضراتكم واللي انا عايزه اوصله ايه؟ ان اللعيبه دي عايزه تبين لجمهورها ان هي بتحب ناديها قوي على حساب الجمهور الاخر اللي هو جمهور النادي الاهلي. هم الحقيقه مش ده الصح. الصح ان انت اجتهد في ملعبك، حاول تظبط اوفراتك لو بتعرف تلعب، حاول تعمل ترقص ترقيصه حلوه لو بتعرف ترقص، حاول تزود من لياقتك البدنيه لو لياقتك وحشه، حاول تظبط نفسك بحيث ان انت تكسب جوه الملعب، لكن ما تقولش كلام بره يزيد التوتر ويزيد العصبيه. لان جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا وجمهور محترم جدا وعارف هو هيعمل ايه في الامارات، وعارف ان هو هيشجع فريقه من اول دقيقه لاخر دقيقه. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنطلبه. فانا عمري ما هبص للحاجات في ناس محترمه برضو في جمهور نادي الزمالك الحقيقه، ونفسي ان تصل المنافسات ما بين الجماهير في المدرجات في الشكل اللي احنا بنشوفه دايما من جمهور النادي الاهلي، الاحترام، الادب. بتحصل طبعا بعض المناوشات الطبيعيه واللي احنا بنشوفها من واحنا صغيرين في كل ملاعب العالم، ده طبيعي، ولكن في النهايه هي مباراة لكرة القدم يا جماعة. مباراة لكرة القدم. مش أكتر من كده. النادي الأهلي إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب هذه البطولة. ومش هنرد بعدها بالمناسبة على حد برضه. ردنا دايماً بيكون إن شاء الله من خلال الملعب، ومن خلال مكسبنا جوه الملعب، أو أنا آسف اجتهادنا جوه الملعب، اجتهاد اللاعبين جوه الملعب، وإن هم يموتوا نفسهم جوه الملعب علشان ربنا يكرمه ويقدر يكسب المباراة. بس. وكله يسلم على بعضه، شكرا اللي كسب، ان شاء الله يكون النادي الاهلي يسلم ومتشكر جدا وماتش حلو اللي بعده، خش على اللي بعده. هذه هي الحياه، هذه هي سنه الحياه. فاتمنى ان شاء الله ان الامور دي تعدي على خير خلال الفتره القادمه. وانا متاكد الحقيقه من انا شخصيا متاكد من جمهور النادي الاهلي، ومتاكد من لاعبي النادي الاهلي، ومتاكد من الجهاز الفني للنادي الاهلي.